صح؟ الكلام هو بص يا مروان، الكلام هو من ايه؟ من فم الاسد، من كنترول جوه اهو. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الحكمه اهم حاجه، الحكمه. وحتى الواحد فعلا لما يعني سمع الكلمه والله كل اللي بتقوله ده حلو، بس على حسب ما الطرفين سواء الراجل او الست هو عنده طاقته عامله ازاي، عنده طاقه يستقبل ويستحمل او هو عصبي او طب مو مشكله. هي ساعات ممكن تبقى حكيمه بس يقول لها انت بتاخديني على قد عقلي، انت عامله ده نفسك لو هو بقى كبيره الموضوع قوي مش عاجبه وهو قاصد يستفزها. طيب يعني كده اوفر كده بايظه وكده بايظه. بس بتكون واضحه. طيب مش دايما كله بيبقى كده، اوكي؟ تمام. فقلنا احنا الاسد والدلو بيتقابلوا مع بعض جدا. عظيم. نيجي بعد كده هو برج العذراء، برضو من العلاقات الناجحه جدا جواز، والجوازه بتكمل، ودايما راجل العذراء بيغمض عينه مع ست الدلو، علاقه ناجحه بنسبه 100% والجوازه بتكمل. مع ان العلم ان راجل العذراء صعب جدا، تحس ان هو 100 شخصيه جوه بعض، هو ذات نفسه مش عارف هو عايز ايه، اوكي؟ وعينه زايغه جدا جدا جدا، وست الدلو بتبقى عارفه ان هو بيخونها مليون مره في السنه، لكن العلاقه الغريبه انها بتقعد وبتصبر. اشمعنى بقى؟ عشان هي حكيمه. نو no. علشان راجل العذراء بيعرف يعمل غسيل مخ حلو قوي لست الدلو، منها غيره جدا وذكيه بس جدا. بيعرف يضحك عليها بالطريقه زي ما يكون معاه مفتاح ست الدلو، ولا هي اللي بتكبر مخها وبتعدي؟ كبرش مخها زي ما يكون بالظبط كده. بقول لك هو مفيش نسبه 100% ما بين اي اتنين برجين. زي ما يكون راجل العذراء ده عامل عمل لست الدلو، او معاه المفتاح بتاع دماغها، هو اللي بيفتح امتى وبيقفل امتى. طب هي دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ حاجه كويسه طبعا ان هما بيستمروا والاسره حلوه، لان انا من صح. انا من مبدا الناس مش لازم يكون حاجه يعني مش لازم حاجه وحشه، يعني مش لازم يكون الراجل انا من حاجة مبدا وحشة. الناس يعني اللي عايز يعمل بيت يا يعني نحافظ عليه ونكمل صح. يا بلاش يا خليك كده قاعد كده محلك سر، اوكي؟ نيجي بعد كده هو لبرج الميزان. الميزان والدلو بيتقابلوا بس بيتخانقوا ليه؟ لان راجل الميزان دايما ذكائه غير عادي، عنده رد جاهز. راجل الميزان بيقابل ست الدلو بس ما تعجبوش، لان بيكره الطفله اللي جوه الموضوع. يعني راجل الميزان دايما عايز واحده هيركليز، عايز واحده ذكيه، عايز واحده بتطير، عايز واحده. طب ما هي ست الدلو ذكيه، ما انت قلتي ذكيه بس جداً. الطفوله اللي فيها هي ست الدلو ذكيه جدا بس طفله. راجل الميزان عايز واحدة بقول لك بتطير، يعني عايز واحدة تبقى تعنده. يعني راجل الميزان بيحب اللي تطلع عينه، ما بيحبش الطيبة، اوكي؟ فهو بيحب الحاجة مش ست الدلو طيبة، يعني فيها الطيبة بتاعتها قريبة قوي طفولية. لا يعني ممكن يعني تتنرفز وتنزل، ما فيش طيبة طفولية يعني مثلا بريئة جدا، يعني فيها حاجات مميزات كتيرة حلوة بصراحة. فهي مش شر يعني. فهو عايز واحدة تكون لما يعني يضايقها تضايقه هو كمان، هو بيستمتع بده. ايه ده؟ في راجل بيستمتع بكده؟ لا اكيد يعني انا مش عايزه بس اقول حاجه، بس هو الميزان شويه 99% بحس من رجاله الميزان ان هم عايزين دكتور نفساني او في حاجه بس او في حاجه يعني هم انا ما بغلطش فيهم على فكره، عايز حد يفهمهم يعني. بص انا بعشق برج الميزان في الرجاله، تمام؟ لان هم اذكياء جدا، وانا بحب اتعامل مع الرجاله الذكيه او البنات الذكيه جدا. انا ما بعرفش اتعامل غير مع الاذكياء بس، تمام؟ وبحترم دماغه جدا، بس هو فعلا تحس ان هو في حاجه جوه حاجه، في منظومه جوه، مش اي حد يفهمه بسهوله يعني. بالظبط صح كده. هو يعني شخصيه متعبه، لكن هو ذكي جدا واحب اتعامل معاه جدا جدا، وبتعامل معاهم كتير، لكن هو في منظومه جوه منظومه جوه، اوكي؟ فهو حاله صعبه. نيجي بعد كده هو لبرج العقرب. العقرب والدلو ما يتقابلوش مع بعض قوي، لان العقرب ست الدلو غيوره، وراجل العقرب عنده زيغة جدا، يعني متعدد الزوجات او بيصاحب اكتر من حد، فهي مش هتقبل بده خالص. يعني ست الدلو ممكن تطنش، ممكن ما تبقاش عارفة، لكن ما تحبش تبقى رقم اتنين او يجي بعديها اتنين او تلاتة او كده خالص، تمام؟ فما ينفعوش مع بعض. ممكن يشتغلوا مع بعض، اوكي؟ لان دايما راجل العقرب بيدور على الست
اللي هي الكيوت، اللي هي بيبي كده، اللي هي يعني ما بتزعليش صوتها، اللي هي ما بتزعقش، ما بتعملش مشاكل، فممكن يتعاملوا مع بعض في شغل، لكن في علاقة لا. نيجي لبرج القوس وست الدلو، ممكن يتقابلوا بس برضو ما يكملوش، ما فيش توافق يعني. ما فيش توافق قوي، لان دايما راجل القوس مش دي الابراج اللي بيتلمس معاه، لان كل برج فيه ابراج لازم يتقابلوا في حياتهم طول العمر، لازم يتقابلوا يتقابلوا بقى، يتخطبوا، يتخانقوا، يتصاحبوا، يتجوزوا، بس لازم هيتقابلوا. بس الدلو والقوس ممكن يتقابلوا في شله، في جروب، لكن كعلاقه ما تكملش. الجدي والدلو بيتقابلوا، جدي والدلو بيتقابلوا كتير جدا جدا جدا، وبيبقى في منهم علاقات بتنفع جواز، وفي علاقات بتنفع منهم شغل. كبرجين بيتقابلوا بيبقى علاقتهم حلوه مع بعض، يا تلاقيهم متفقين جدا، يا تلاقيهم مختلفين، بس العلاقه طيبه ما بينهم، لان هما فيهم حاجات شبه من بعض. اوكي، نيجي بعد كده برج الحوت والدلو. الحوت والدلو برضو بيتقابلوا، بس بيبقوا لو بنتين دلو حوت هتلاقيهم نقل ونقير شويه، هتلاقي دي عماله مركزه مع دي. اوكي، الدلو مركزه مع الحوت، لان الحوت فوقيها، الحوت اقوى منها لان هو فوقيها. تمام. اوكي، هتلاقي الدلو مركزه مع الحوت وعماله تصطاد الحاجات الغلط اللي بتعملها، اللي هو ما تعمليش كده، انا مش قلت لك يا بنتي ما تعمليش كده، انا مش عارفه مش قلت ايه، لكن ما بتبقاش قصدها حاجه سيئه او حاجه وحشه.